تهالك الشوارع الرئيسية في محافظة صلاح الدين بسبب انعدام جهود الإدامة وضعف الخدمات المقدمة، دفع العديد من الأهالي إلى شراء الدراجات الهوائية والنارية لقضاء أعمالهم بدل السيارات. أبو السيارة يطلع بالسيارة يومية تصليح، أنا عندي فكترة الله وكيلك، يوم صالنصة، يوم الصالنصة يعني قامت تسحل بلش الشارع تروح تسوى الصالنصة تطلع لك النوب الصدر، يعني مشكلة. أبو المطر خطية يطب علي، أنا صاحب مثل ما يقول محاسب بشركة، يطب علي التراب من فوق لجوا، يعني الناس حتى اللون الأسود ما عاد تلبسه بكثرة تراب، يعني ما أعرف يعني إلى متى يعني هالشيء. إيه يعني عبالك إحنا عايشين بريف، بالعكس الريف يمكن أفضل. من جهتهم أكد مواطنون أن هذه الشوارع المتخسفة دائما ما تتسبب بأعطال في عجلاتهم، ما يكبدهم مبالغ طائلة على إصلاحها. محافظة صلاح الدين تعبانة بشكل، يعني من ناحية الشوارع، يعني الحفريات، التراب، السيارات كلها تكسرت. هسه بالتاكسي توقف يقول لك منا لناخذ 3000 4000، ليش يابا؟ والله الشوارع مكسره 5000 دينار، سياراتنا كلها بالبيت وناس باعتها، صايرين هسه دراجات ناريه. المواطن اخذ دراجه حتى تفرق له التكاليف الاقتصاديه تقل عليه. احسن ما ياخذ له السياره مثلا يصلحها ب 100000 وراح يصلحها ب 20 وب 30، يقول لك انا افرقها. يعني هو المواطن، يعني قلت لك الشغل اصبح كلش قليل ونادر على الشوارع هاي. مدن تئن وتشتكي ضعف الخدمات، يحاول المواطن كسر الصعاب والعيش وايجاد البدائل، فمره ينجح في ذلك ومرات عده ينتظر وعودا حكوميه طال انتظارها. من صلاح الدين، عبد المنعم الويسي، قناة الفلوجة.